كيس على الجانب وزلوذي شهر مها تقريبا وهاتني ابو عبد الله او تشو السحراوي تركام ده كان وضع حيل مو زين وكان هبال يدورون علينا يعني وكل مكان وهم يخافون يعني هم يخافون لا يصيرهم شيء إذا هبال شافون يمهم وبعدين تزوجوني الواحد داعش ودلت من زوجة تقريبا 4 شهور وهبال جوا أخذوني من الكامبا هولي شي فترة شهر جوا البنتين واحدة من مخيم هول والثانية جابوه من عين العيس مخيم عين العيس طريقة جي ما جيبهم لو عندنا هون يعني بواسطة هل يجوا بنسأل هون كان في من عندكم مثلا غيركم بنات يزيديات نسوان واولاد صغار يحكوا فيك مثلا في بنت هون في بنت بخيمة الفلانية بواسطتهم نوصل واحيانا بواسطة العلاقات المخيم او وسائش المخيم